جماعة، شلونكم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير. اليوم راح اسوي وياكم كبدة الدجاج. عندي هنا معونين من كبدة الدجاج، راح استخدم ويا حبة كبيرة من البصل وكم قطعة من الثوم، يعني كم حبة من الثوم. اوكي، ايضا بالبهارات راح استعمل الكاري وفلفل اسود وملح وايضا دبس الرمان. فاول شي راح نسويه لازم نغسل الكبدة مال الدجاج، ننظفها زين حتى نخليها على النار. فخليكم وياي. وبهالشكل هذا غسلنا المقلاق زين وخليناه على النار وخلينا عليه مي يغطيه. راح ننتظره يفور تطلع الزفرة مالته تماما، لازم يكون نظيف جدا، نشيل الزفرة مالته اكثر من مرة لانه شوية راح يتعبنا، مو مشكلة على مود النتيجة تطلع عندنا كلش طيبة. بس نسيت اخبركم انه لازم نخلي نومي بصرة مطحونة، جهزتها هسه خليتها قدامي، فقلت اخلي لكم هاي الاضافة حقيقة، لان تعرفون واحد تعبان وينسى، فلازم نخلي نومي بصرة اللي متواجد عندكم، اذا ما موجود تقدرون تكتفون بدبس الرمان. فخليكم وياي بين ما يجهز عندي تماما الكبدة او المعلاق مال الدجاج، ننتظره يعني ينضف بعدين اصفي اشوفكم شو راح نسوي بعدين. تمام، فانتظروني. من بعد ما صفيناها راح نشطفها وننتقل للطبخ نكمل الوصفة مالتنا. وراح نخلي الزيت اول شي على مود نقلي الثوم، نحمس الثوم وايضا البصل والكبدة اللي سويناها. اول شي راح اخلي البصل ننطي له حمسة خفيفة، وراح نخلي رشة مال ملح بسيطة على مود يذبل عندنا البصل. يعني هذا البصل ذبلناه بشوية ملح لأن هذا ما له علاقة تماما بالملح اللي راح نخليه ويا البهارات. وهنا بدأ البصل ياخذ لون عندنا. اوكي، ايش راح اسوي بهالمرحلة؟ راح اخلي الثوم عليه لان الثوم بسرعة يحترق، وايضا عندي قطعتين باقيين من الليمون، هذا حطيناه للزينة، راح احمسه وياه ياخذ نكهة. هسه راح اخلي الكبدة. راح نبدي نخلي البهارات مالتنا مثل ما قلنا، مسبقا ملح وفلفل وكركم. وايضا راح اخلي النومي بصرة. نومي بصرة خاشوقة والكركم ربع خاشوقة والفلفل أيضا ربع خاشوقة.
ويا سلام على ريحة طيبة. لذيذة. طبعا احنا ما نتركها، لازم نضل نقلبها. هي 5 دقائق وكل شيء ينتهي، راح نصب نخليه بطبق التقديم. نعلي النار. اوكي هسه اصبح جاهز، راح نروح نخليه بالطبق ونصبه. اوكي بخليكم وياي. وهسه اصبح جاهز الطبق مالتنا، راح نزينه شويه كرفس ونخلي ليمون زيتون اوكي بنات، هسه انتهينا من تزيين الطبق مالتنا. هاي وصفتنا كانت لهذا اليوم، واذا عجبكم لا تنسون دعمنا بلايك وسبسكرايب. نقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد.